طقس ربيعي دافئ نهارا وأجواء لطيفة ليلا وسحب متوسطة وعالية، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. إذا تبدأ الأجواء لتصبح لطيفة وربيعية أكثر في عامة مناطق المملكة، وننتقل سوية لمشاهدة درجات الحرارة الواردة لدينا هنا في مركز طقس العربي. نجد أن الأجواء تكون لطيفة في عامة مناطق المملكة خلال يوم الثلاثاء والأربعاء بمشيئة الله. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة ليلا في العاصمة عمان لهذه الليلة، حيث تكون الأجواء غائمة كليا، درجة الحرارة تصل إلى 16 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 14 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة فدرجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس تكون ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية نهارا، والأجواء لطيفة وصحوة في العاصمة عمان. أما ليلا تتراوح درجات الحرارة ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد، ونبدأها من المناطق الشمالية في إربد، حيث الأجواء تكون من 25 إلى 17 درجة مئوية ليلا. في المفرق من 25 إلى 16، في جرش من 26 إلى 17، في عجلون الأجواء غائمة كليا لتكون ما بين 24 إلى 15 درجة مئوية ليلا. ننتقل إلى المناطق الوسطى والعاصمة عمان، حيث تكون الأجواء من 23 إلى 16 درجة مئوية، والأجواء غائمة جزئيا. في الزرقاء كذلك الأمر من 26 إلى 18، في البلقاء الأجواء غائمة كليا من 24 إلى 16، في مادبة من 15 إلى 16 درجة مئوية، ودرجة الحرارة جيدة في البحر الميت من 33 إلى 23 درجة مئوية في ساعات المساء. في الكرك من 25 إلى 16، في الطفيلة من 23 إلى 17، في معان من 28 إلى 19 درجة مئوية، في جبال الشراه من 21 إلى 14 درجة مئوية، وفي العقبة الأجواء غائمة كليا تكون ومن 31 إلى 25 درجة مئوية ليلا. أخيرا في المناطق الشرقية أرويشد والصفاوي والأزرق تكون الأجواء مغبرة نوعا ما، لتكون درجة الحرارة ما بين 30 إلى 19 درجة مئوية ليلا. إذا كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العربي. لأن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.